بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض مجموعة من التكاملات مختلفة وأشكال مختلفة من التكامل. أول تكامل عندي بيقول تكامل x أس 2 ناقص 2 دي في قوس، قوس التاني x أس 3 ناقص 6. هنعمل ايه؟ نبص للقوس اللي مرفوع لأس له ده، لما أجي أفضله دينا 3 x ناقص 6، 3 x تربيع ناقص 6. طب القوس التاني اللي عندي x تربيع ناقص 3، معناها ان انا لو خدت من هنا 3 دينا x تربيع ناقص 2. طيب يعني معناها لو انا ضربت القوس ده في 3 وخدت تلت بره كان ما غيرتش حاجة، يبقى x اس 2 ناقص 2 أو ناقص 6 إكس الكل أس 2 و7 دي إكس، معنى إن دي ون إن القوس دي تفاضل. لما أجي أكملها أعمل إيه؟ الدالة في تفاضلها معناها إن أنا أرفع للقوس واحد وأقسم عليه، يبقى إكس أس 3 ناقص 6 إكس أس 2 و8 على واقسم عليه 208 زائد ثابت التكامل ده هيساوي 1 على 8 في 3 ب 24 مرة، انا الاثنين وبعدين 6 اكس تكعيب ناقص 6 اكس اس 208 زائد ثابت. دي أول تكامل. شوف تكامل تاني، تكامل من 1 ل اي أس 2 لين إكس أس 8 زائد 1 على إكس دي إكس. هنحل التكامل ده ازاي؟ اللي انا عايز اشيل لين اكس دي اتخلص منها لانها عامله مشكله ما اعرفش اكملها، بنعمل ايه؟ ناخد اللين اكس دي بايه؟ بواي. معنى ان اللين اكس بيساوي واي معناها ان الاكس هتساوي اي اس واي، يبقى الدي اكس هتساوي اي اس واي دي واي. طيب اغير حدود التكامل، لما اكس تساوي 1 الواي هتساوي ايه؟ لان الواحد 0، لما اكس اي اس 2 يبقى لان اي 2 اللي هتساوي 2، يبقى تكامل من 0 ل 2 عندي اللين اكس حطها باي اس 8 زائد 1. طيب ناخد دول دي اكس على اكس، نجيبها ازاي؟ عندنا دي اكس من هنا دي اكس على اي اس واي هتساوي دي واي. طب اي اس واي هي باكس، يعني دي اكس على اكس هتساوي دي واي، يعني اشيل دي اكس على اكس واحط مكانها دي واي. وبنا اختصرت التكامل اللي عندي لواي اس 8 زائد 1 دي واي. الوقت اقدر بسهولة اللي انا اكمله، يبقى ازود الاس 1 يبقى 1 على 9 واي اس 9 زائد واي من كام؟ من 2 ل 0.
أعوض من 2 يبقى 9، 2 أس 9 زائد 2 ناقص أعوض بصفر بصفر زائد صفر بصفر، يعني تديني 2 أس 9 على 9 زائد 2. أشوفها بالآلة الحاسبة وأختصرها وأشوف الناتج النهائي. شوف تكامل تاني، تكامل من 0 لـ2 ناقص 3x زائد 4 اي اس ناقص 3x ناقص 3x تربيع زائد 8x دي اكس. هنعمل ايه في التكامل؟ في التكامل دون اول حاجة بص للأس دون، لو فضلته ناقص 3x تربيع زائد 8x، لو هفضله هيدينا ناقص 6x زائد 8. لو خدت 2 مشترك دي ناقص 3x زائد 4 اللي هي دي معناها تكامل من 0 لـ2، هضرب هنا في 2 واضرب نص، يبقى عندي ناقص 3x زائد 4 اي اس ناقص 3x تربيع يبقى عندي تكامل الأس اللي هو ده، يبقى عندي تكامل على طول دالة الإي وعندي الأس زي ما هو، وده عندي النص اللي بره من 2 لـ0، يبقى عندي 2 نص إي ناقص 3 في 4 ناقص 12 زائد 8 في 2 بـ16 ناقص اي نص 0 بـ1، ده يساوي نص اي اس 4 ناقص 1. شوف تكامل تاني. تكامل اي اس اكس على اي اس اكس زائد 1 دي اكس، ده على طول البسط تفاضل المقام. ازاي؟ يعني انا لو فضلت البسط المقام ادينا اي اس اكس، لما يكون البسط تفاضل المقام على طول وانا مغمض لين المقام زائد ثابت، وكده يبقى ايه خلصت المسألة. شوف مسألة تانية، تكامل من 0 لـ15 اكس على جذر التربيعي لاكس زائد 1 دي اكس. خدنا في مسائل كتير ان اللي بيبقى عندي مشكلة اللي هي الجذر ده،
طيب عشان اتخلص من الجذر اعمل ايه؟ اخد منه اكس زائد واحد بيو، ممكن واحد ممكن ياخد اكس زائد واحد بقوة تربيع. يبقى عندنا دي اكس هتساوي دي او، الاكس بصفر، الاو هتدينا ايه؟ واحد. لما الاكس بخمستاشر، بخمستاشر زائد واحد كام؟ 16. يبقى التكامل اللي عندي من واحد لستاشر، الاكس هتساوي او ناقص واحد، جبتها من هنا، وديت الواحد الناحية التانية بالسالب على جذر او دي او. بعد كده نعمل ايه؟ اوزع البسط على المقام، يعني او على جذر او ناقص واحد على جذر او دي او، هيساوي تكامل من واحد لستاشر جذر او اللي هي او اس ناقص او اس ناقص نص، دي عبارة عن او اس نص. لما اجي اكمل دول اعمل ايه؟ ارفع للاس واحد، يبقى او اس تلاتة على اتنين، واقسم على تلاتة على اتنين ناقص، دي هرفعها اس نص واقسم على نص من واحد لستاشر، دي هتساوي اتنين على تلاتة او اس تلاتة على اتنين ناقص اتنين او اس نص من ستاشر لواحد، هيساوي اعوض مرة بستاشر، يبقى اتنين على تلاتة في اربعة اس ناقص اتنين في جذر تربيع لستاشر اربعة ناقص، أول مرة بواحد تدينا اتنين على تلاتة، واحد أس تلاتة على اتنين بواحد ناقص واحد أس نص بناقص اتنين، وأعوض وأختصر والألحاس بطلع الناتج النهائي. نشوف مع بعض مسألة تانية. تكامل اكس تكعيب لين اكس دي اكس، هنعمل ايه في التكامل دول؟ عندي اتنين مضروبين في بعض، ما ينفعش يكونوا دالة في تفاضلها، هنستخدم في الحالة دي ايه؟ تفاضل بالتجذير، اللي هو بيقول تكامل او دي فاو هيساوي او فاو ناقص تكامل فاو دي او. طيب اي دالة اخدها، ايه هي الاو ايه هي الفاو؟ الاو اللي هي الدالة اللي انا اقدر افاضلها، يعني اقدر افاضلها، والفاو اللي هكملها، اللي اقدر افاضل اللي هكمله اللي هي الاكس، يبقى اخد الدي فاو تساوي اكس تكاي، يبقى الفاو هتساوي ربع اكس اس اربعة، والاو لين اكس، بتفاضل الاو بواحد على اكس.
اللي هي تبقى اوف الفاو ناقص فاو في الدي او، يعني يبقى عندي التكامل ربع اكس اس 4 لين اكس ناقص تكامل 1 على اكس في ربع اكس اس 4 دي اكس، ده هيساوي ربع زي ما هو ناقص ربع طلعه بره اختصر دي مع دي تدينا هنا اكس اس 3، يبقى هنا اكس اس 3 يبقى يساوي ربع اكس اس 4 لين اكس ناقص هضيف لي الاس هنا يبقى اس 4 واطرح واقسمه عليه يبقى 4 في 4 زائد 6 ويساوي ربع اكس اس 4 لين اكس ناقص اكس اس 4 على 16 زائد ثابت. ممكن اوحد المقامات هنا على 16 يدينا فوق 4 اكس اس 4 لين اكس ناقص اكس اس 4 زائد الثابت. ممكن كمان اسهلها اخد ال اكس اس 4 من مشترك يبقى عندي 4 لين اكس ناقص 1 زائد 6 ودي التكامل النهائي بتاعها. هشوف تكامل تاني تكامل ساين اكس لين كوزاين اكس دي اكس. نفس الحكاية انا ما اعرفش فاضل دي بس اعرف اكمل الساين، يعني الوقت دي انا هستخدم فيها تكامل بالتجذيب. هاخد ان الاو اللي هي اعرف افضلها اللي هي اللين والفاو اللي هكملها اللي هي الساين. تكامل الساين ناقص كوزاين وتفاضل اللين بواحد على كوزاين فتفاضل الكوزاين بناقص ساين. زي ما عرفنا هنضرب دي في دي، يعني هيبقى التكامل اللي عندي هيساوي ناقص كوزاين اكس في لين كوزاين اكس ناقص ده قانون تكامل ناقص كوزاين اكس في واحد على كوزاين اكس في ناقص ساين اكس. اختصر هدينا دي ما راحت مع دي ناقص في ناقص بموجب تدينا ناقص كوزاين اكس لين كوزاين اكس زائد ودخل الناقص جوه التكامل ناقص ساين اكس دي اكس. تكامل الناقص ساين بكوزاين يبقى ناقص كوزاين
اكس لين كوساين اكس زائد، قلنا تكامل ناقص ساين كوساين اكس زائد الثابت اللي عندي ثابت التكامل، وكده يبقى انا خلصت التكامل ده. شفت معانا تكامل تاني، تكامل أرك ساين إكس دي إكس. هنعمل إيه؟ هناخد ثابت وأسميه أرك ساين إكس. معنى كده ان الاكس هتساوي ساين اكس ساين تي، ودي اكس كوساين تي. عند المثلث اعمل المثلث القائم عندي الزاوية دي اللي هي تي، ساين تي اللي هو المقابل على الوتر، ساين اللي هو اكس، وهنا واحد، يبقى الضلع التاني واحد تربيع بواحد ناقص اكس تربيع، يبقى دي تكامل. قلنا تكامل الارك ساين، هنعوض بالارك ساين بتي، يبقى تي. وبعدين دي اكس كوزاين تي دي تي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هستخدم التجزيء، التي هاخدها هي اللي هتبتدي، هي اللي هتتفاضل عشان اقلل منها، ودي اللي هتتكامل. تكامل الكوزاين بساين، والتي تفضل زي ما هي، يبقى تي ساين تي ناقص تكامل تفاضل التي بواحد في تكامل الكوزاين بساين تي دي تي، يبقى دي هيساوي تي في ساين تي ناقص تكامل ساين تي دي تي. ممكن اقول جاي عامل دي موجب واخد هنا السالب، يبقى يساوي تي ساين تي زائد تكامل نيم. هكملها دلوقتي، تكامل ناقص كوزاين على ناقص ساين على طول بكوزاين. زائد الثابت تي بكام؟ أرك ساين تي في ساين تي بأرك ساين إكس دي إكس. زائد كوزاين تي هنا بواحد، جذر التربيعي هو المجاور على الوتر، جذر التربيعي واحد ناقص اكس تربيع زائد السالب. الارك ساين تي دي اللي هي باكس، يبقى دي هتساوي اكس ارك ساين اكس زائد جذر التربيعي واحد ناقص اكس تربيع زائد السالب. وكده دي نهاية التكامل اللي عندي. شوف تكامل تاني، تكامل
اي اس اكس كوزين اكس دي اكس. دي هستخدم نفس القاعدة اللي هي او فاو داش او في ال في ناقص تكامل او داش فاو دي اكس. تكامل ال A أس إكس بـ A أس إكس زي ما هي ناقص تكامل اي اس اكس تفاضل الكوزاين بناقص ساين. ده هيساوي اي اس اكس كوزاين اكس زائد تكامل اي اس اكس ساين اكس. بعد كده اعمل ايه؟ نفس اللي عملته، اخد دالة تتكامل ودالة تتفاضل، تبقى زائد اي اس اكس زي ما هي اللي هو التكامل بتاعها ناقص تكامل اي اس اكس تفاضل الساين بكوزاين. طيب دي هو اللي عندي، هو نفس التكامل اللي هو ده، طيب هنعمل ايه؟ اسمي التكامل ده اي انتجرال اي اس اكس كوزاين اكس زائد اي اس اكس ساين اكس ناقص الاي. اودي الاي الناحية التانية، تيجي هنا يبقى عندي اتنين اي يساوي اي اس اكس كوزاين اكس زائد اي اس اكس ساين اكس. بعد كده اعمل ايه؟ اقسم على اتنين، يبقى اي تكامل اي اس اكس كوزاين اكس زائد اي اس اكس ساين اكس على اتنين. شوف تكامل تاني، يوت تكامل ثلاثة اكس اي ناقص اكس دي اكس. برضه نفس ال هنعملها بالتجزيء، يبقى تكامل ناقص اكس بناقص تلاتة اكس اي اس ناقص اكس ناقص تكامل تفاضل الاكس بواحد، وتكامل الاي اس ناقص اكس اننا عملناها بناقص دي اكس هتساوي ناقص تلاتة اكس اي اس ناقص اكس، وعندي ناقص بناقص بموجب دي هيساوي ناقص تلاتة اكس اي اس ناقص اكس ناقص اللي هو تكامل اي اس ناقص اكس ناقص تلاتة اي اس ناقص اكس زائد ثابت، ودي التكامل النهاية اللي عندي. وأشوفكم إن شاء الله مع فيديو جديد، وأتمنى تكونوا فهمتم. السلام.